السلام عليكم الحباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم كلها مزيانه؟ الوالده شي تحيه؟ السلام عليكم، كي دايرين؟ اخباركم؟ كلنا كلشي مزيان، اش كتعودوا؟ كلشي بامان الله، دخل زوين، كلشي بامان الله، الحمد لله. شوفوا لينا كنقول شمارات وانت بنيتي. ايوا كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش كتعودوا؟ كلشي مزيان؟ كاين شي جديد ولا والو؟ لقيتونا دابا انا وماما شادين الطريق. انتما اليوم واحد الجو زوين تبارك الله، انتما شادين الطريق. نقول لماما فين نمشيو اليوم؟ غادي نمشيو عند علي ويصال وراضيه، نمشيو لبالكون راضيه لان ما مشيناش عندها من حفل ديال 7 شهور، كنا اخر مره تلاقينا تما. و كما قلت لكم ما مشيناش من حفل ديال 7 شهور، وحنا غادي اليوم نباركوا ليها ان شاء الله. وبغيت نسلم عليها مبروك عليك سي راضيه، وتكبر البنيته وتربح عزكم ان شاء الله، والله يحفظها لكم والله يخليها لكم. وهذا الشيء اللي كاين الوالده. ماما دابا مع السوق انا مضرك ليها كذا لا كذا. لا 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 كلشي مزيان، شوفوا الجو كيزين، شوفوا الخضوم. اليوم الجو زوين، الصباح كان شتي والصباح بكري ولكن اليوم الشمس الجو اليوم معتبر، هو الشمس تشوفها. انتم شوفوا الجو كي داير. ما شاء الله تبارك الله. المهم انا غادي نسوق دابا تا ندخل في دوك تا نوصل للشاون، لا نفوتو الشاون. تا ندخل ديك التخيله وغنتلاقاو مع زهير تمايا وهو يكمل بينا الطريق، لأن صعيب عليا ندخل، ماشي صعيب عليا، المهم هو كيكون كيسوق حسن مني أليس، هو كيسوق مزيان يعني. تما شوفو طونوبيلنا خواتنا شنو نديرو مع زوط. عولنا على زهير، كلشي كيدور على زهير صحيح، وهي كنعولو عليه. تما الطريق عامر خوت، كما قلت لكم حيت بزاف الناس كانوا يسولونا زعما واش علاش ما مشيتوش، واش مخاصمين مع راضيه، واش ما مشيتوش بالك ولا موالفين ديما كنكونوا الاوائل اللي كنمشيو، ولكن هذه المره راك عارفه الاكسيدون كان ضغط لنا وقلنا لكم ما مخاصمينش وما كنتخاصموش مع الناس الزاز، ما كنتخاصموش معاهم. الوالده وما تحمسات لكم هنايا وقت لكم. كان الطوموبيل تاعي ما كانش عندنا، فملي درنا الاكسيدون ما كانش عندنا طوموبيل، وراكم عارفين الطوموبيل شحال مهم. حتى راه ملي مشات راه واحد الميزانيه ضربناها في الاكسيدون خياليه والله. الكره ديال الطوموبيلات وماما راه واحد الانسانه اللي عرفتي كتبغي تخرج قدام بزاف، ما يمكنش نتحرك بلا طوموبيل، وخسرنا ميزانيه كبيره في الطاكسيات، واصلا المشيه بلا طوموبيل غير مريحه بصراحه. تمشي في الطاكسي راه ما كتكونش مرتاح، تبغي غير توقف تجري شي حاجه، تبغي تماسك راه تحشم، وهادي احسن كل واحد يكون في طوموبيلته. كما قلت لكم الله يسهل على كل واحد. ايوا اليوم صافي منين ولات عندنا طوموبيل نمشيو نشوفو، نغسلو من البورصه نمشيو نطلعو عليها هي الاولى. وهذا اللي كاين الحباب، هانتوما معنا تبعوا معنا الفيديو. نتمنى على صحابنا كاملين، شحال هادي مشينا صحاباتي ما شفتهمش بزاف، الناس ما شفتهمش، ان شاء الله باذن الله هاد الاسبوع كله غندوزو. هما هاد الاسبوع كله غندوزو. لا سيد الرحيم عواش هادي والله، كاع اللي والله العظيم شوفي كاع اللي بغات مع شي واحد يمشي عنده، اللي ما شافش شي واحد شحال هادي يمشي عنده ونحيدو الحسابات. لا ما جاتش عندي ما مشاتش عندها، ما بركات ليش ما نبارك ليهاش، ما عزاتنيش ما نعزيهاش. وانتم هادشي اللي كاين الفوت، وتبعوا معنا الفيديو ان شاء الله. ندوز معكم على الطريق هادي، عشرة في مين ضرني غادي ليا ديك الحبوب الداخل، ما نهضرش مزيان، سمحوا لي انا ما هضرتش مزيان. إوا قلت لكم تبعوا معنا الفيديو، إلا كنتو بعدا جداد مرحبا بكم، ألف مرحبا. باقي دارين دوك ليزاف، باقي دارين. باغي دير ليا جوج دقة. مزيان باش تسمعي كلامي وتاكلي مزيان وتشربي. راه فقر الدم كيدير هادشي كامل، كيدير فقر الدم. إوا أنتوما كما قلت لكم أحباب تبعوا معنا الفيديو، غتصدع لكم ماما راسكم معايا، نقطع عليكم دغيا. لا كديرش الريجيم، ما كتكونش مزيان، نزيد. السلام عليكم، ماشي نتلاقاو في فيديو، نتلاقاو في منين نوصلو، سلامة. شتو الطوموبيل؟ شتا راه الطوموبيل تسالي شتا عرفتي اش درت؟ قلت لها تسحب لي الجال شي ما نقلبش، ماشي ساعه كنقلب تكون كتوقف هكا وتقلب. ضربت الفرانه ما هزيتو وانا غادي كطريه.
هادشي اوتوماتيك باقي انا راه باقي اللي خلاو خايب شوفوا بغات الشماليه اللي خلاو الشماليه جبانه جبانه باقا جبانه باقا عروبيه عندك قالك حنا عروبيه ما كتبوش ويلي كنا غنموتو بداوي بصافي بداوي بباريس ديال ديال شحال دير؟ السلام عليكم. صباح حكيت سمية مرة ندير هكذا. قلت لكم ها هو الوليد تلاقينا معاه في الشاون وهزيناه ودابا حنا مكملين الطريق ديالنا هزيناه ودابا هو اللي هازنا غادي وانا رجعت بحالي الله رعت ناري قلت القدام باخر اش اختي انت مرحبا بك شكون اللي حول لي حوجك بنيتي يلاه هبطي شوف تبارك الله الدنيا كيخضر شوف زوين الشنا يا صباح جاتني قريبه دابا من باب تازه لبني حميد كتجيني طويله شنو هو باب تازه باب تازه هي درون بوينت خلينا قلنا فين تلاقينا بوينت هذيك من تما اللي هنا لبني حميد كتجيني طويله ما عرفتش حيت كلها فيرا ايوا قلت لكم رمضان هذا رمضان بقات لي سيمانه تقريبا جبت لكم شنو ندوزو في الرباط ان شاء الله شنو ندوزو في الرباط انا عم
نمشي ندوزو مع امي حق باكي غنديرو الباك مسكين. لا لا بابا خدام دابا بابا خدام لا مشيناش كنا غنقاد الفطور. خدا كونجي الا خدا كونجي نمشي ولا خدا كونجي رمضان صعيب تخليو تمشي دابا بابا لا مشينا طيب الغدا الغدا تاعنا فطور راسك اش غيتي ما عارفش راه في تصاب الحريره اه جيب له مرات ثانيه طيب ليه مرات ثانيه عند الوليد اه ما تخشي لداري مشي عندها الوالده يغتنم الفرصه داكشي اش قلنا سيرو سيرو ويا اختي سولت عليه مربوحه دابا نعيط ليه يلاه عيط يبين لينا الحقيقه حقيقه زهير في دقيقه اه داكشي كيقول لنا غير سيرو سيرو رمضان اه يا اختي شوفي زوينه هاي بالصحه والراحه قول لي دابا زعما هاد الفكره ديال ديال الراجل يتزوج على المراه على ود الولد ما جابتليش الولد زعما شنو غيدير ليه الولد شنو غيزيد كاد الولد لا زعما كاين هاد الفكره اللي كيفكر الناس اللي كيبان كاين بعض الرجال غنشوف كل واحد واش كيعطي الله والله الا عنده واحد الراجل من العائله ولد شي سبعه البنات والله الا من بلاتي وكاله كيجي لمي كتكون حدانا في الرباط اها والله يا ولد سمعت البنات بقى كتقول لي سمعت مزوج ربي سبحان الله ميسر اموره ميسر امور عنده رزق فايت عليه الجميع تزوج اه بقى ما كتجيبش ما كتولدش ما كتولدش غير البنات 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 السابعه انا ما سمعت اخر مره مشات تزوج راه قالت لي ثلاث البنات اخرى المره الثانيه وزات لي البنات ثلاثه البنات الثانيه كمل 10 دابا وغير هي المره بقى فيها الحال ومرضات الا ما سمعت فيها الحال مرتات فيها مرتا خايبه المراه وهي البنات البنات زاد على راسو غير زاد على راسو مسؤوليه ومشاكل غير هو بعدا باش بشويه مرقع ميسور ماديه مرقع كي قلتي يعني ما غاديش يغلبوا دوك العشره يبقى كيولدوا واخا زعما لان الدريب تبقى ميزانيه الله هي كل دابا شي مرتقوا على الله ولكن داك الشيء نقولوا خاص الانسان يدير حساب ماشي اللهم تعيش جوج مزيان وتعيش 10 كرصين الحمد لله هو بخير ولكن ما فكره انه باغي الولد ما عرفتش الولد شنو غيدير غيطلعك للجنه غي ما عرفتش الولد شنو غيزيدك شنو غيديك هذا الولد اللي عندك الله شدو قنع بيه و اللهم غادي الحمد لله الا كنت كنطلب الله ماشي ديش تشوف ما هاد العقوق ديال الوالدين الله يعاقب انت قول يا ربي الا كنت كنطلب الوالد نافع انا باغا البني خلاصي مرضي الوالدين ونهار اللي غنولدك اميره اه 4 سنين وانا انا وامك ما جابش الله ما جابش الله نهار واحد النهار نعس ولا ضربني الفيقه يلا كيقول الله الفجر الفجر الله اكبر قلت لها واش قالت لي الحمد لله راه تحمد عندها تزاد عندنا بنيه بقينا ديك الساعه خرجنا نحن واحد البالكون قعدنا في كادير بدينا كنطلبوا كنقولوا الفجر وهزينا بدينا كنطلبوا الله باش تولدوني وراها شهور ولا 4 شهور ياك جيت لشهور ولا 4 شهور صافي قالت لك الوالده حامله صافي قالت لي رانا حامل ونهار اللي بغات نهار اللي بغات تشوف شنو عندنا قالت لي المهم شوفي قالت لي الا كان ولد راه غتخلص عليا العشاء قلت لها المهم انا اذا كانت بنت خلص عليا تاتي العشاء وكانت بنت وخلصوا عليا العشاء ديما الطبيب ما خلصش عليا والو هو اللي خلص ديما الطبيب ويقول لها ماما كنتي باغاني ولد كنتي باغاني ولد لا ودي الطبيب بقى كيجيب ويقول لها كاين جوري في قال لك جوري في اكادير اكادير اوه حق لي ما طلعت جولي طلعت مش ماما نحس عليا قوز عليا زيدي ماما شنو كنت مكتي باغا انت ولد حكا جينا نتفاهموا اه باغا ولد انا اللي كانت باغاني ولد لا ماشي كنت باغا ولد حنا كنا كنا باغي كنت صافي العكس ديالي انا حيت لا هو سبق وقال بنت وانا خصني العكس ديالو انا خصني تعكس معاه دابا الحاجه اللي كاع خصني نعكس معاه ما انا انا في لوفون باغا بنت كنت باغا ولد في باسمه في الفلينا في الاول انا عقلت شحال تقلقت ملي عرفت بنت الله يسمح لي وكنت حابه تما غتكون خالت الطبيبه ولا ولدت كباقيين الامال ديال 1% يقول لي ولد وكنا موجدين السميه سامي وكلشي عرفتي عاقله سامي اه عاقله نهار اللي ماما غتقول لي امي حيت صافي كم مقررين عندنا ولد تقول له ولد صافي وهي تقول لي ماما اجي نقول لك راه عندنا بنت عرفتي عاقله على النهار اللي قلتيها لي وبقيت كنبكي بكيتي على طلعت بوكوسه انت هي 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 بوكوسه كيفاش المرض هاد العوجه هادي ايوا صافي عاودنا لكم قصه كيفاش تزادينا قصه باسمه كلشي زين قصه باسمه قصه تبارك الله مرضيين احنا خرجنا مرضيين حتى حنايا قصه باسمه مش معناها لا وكل بنت مرضيه اكثر من الولد انا مرضيه اكثر من الولد هذه معروفه هذه
كنت كتود والديك اكثر من انا كنود والديك ما كنت كتود والديك معروفه كتكون مرضيه دابا داك الشيء الوالد فرح كيفاش داك الشيء الوالد فرح عارفه القصه اللي قال كنعاود لكم القصه ديال داك عارفه اللي نهار ولد بنت فرح نعاودها لكم عارفه تعال عاودها لي الشاد اميره في محطيمه عارفه انا وانا نعاود لبنتي باسمه وانا نعاودها انا لا خلي ماما لا نعاودها للامير لينا خلي ماما تعاود تعرفت شتي بنتي قال كذا واحد الراجل تزوج بواحد البنت كيبغيها وكتبغيه وتزوجوا على سنة الله ورسوله صافي مشاو لدارهم تزوجوا داروا العرس داروا العرس ديالهم نهار العرس مشى العروس والعريس العروسه والعريس مشاو بحالهم للدار سدوا عليهم وهي تنقز العروسه قالت له ما غنحلوش الباب اللي جا ما نحلوش ليه الباب المهم وصلت الصباح جات مو باه العريس هو الاولين جات مو باه كيدقوا هي تقول له لا ما نحلوش عليهم ياك اتفقنا ما نحلوش عليهم خليهم صافي دابا يرجعوا بحالاتهم خليني ندوز انا كنت نهير ديالي انا وياك ندوزو بجوج قال لها واخا صافي جلسوا شويه وهي تقمها وباها هي تحل بقات ايوا ملي عارفه واش كنعاود لك انا وهي تحل بقات امها وباها قال لها ما غنحلوش قالت لي بقات كتبكي ليه بقات كتبكي تبكي لا حشومه عليك امي وبا ما قدرتش ما سخيتش بيهم قال ماشي مشكل هو يحل ليها الباب دخلات امها وباها المهم تقدوهم جلسوا ودازت اعوام واعوام وكان كيولدوا ميت عندهم واحد الوليد صافي دار اسبوع عادي صافي هو يدير واحد الاسبوع عادي المهم دار ضحيه عاديه صافي مشى عاود ولدي وليد واحد اخر دار اسبوع ثاني صافي عادي وليدو صافي عادي فرحان ولدو المره الثالثه ولد البنيته هو يمشي هو يدير بجوج ديال السبوعات ودار احسن اسبوع دارو ما خلى ما دار وهي تقول له مرتو ما كيداعنيش درتي بحال هكا علاش الولاد ما سبعتيش لهم بحال البنت والبنت فرحتي بها هاد الدرجه كبيره هو جاب كلمه وحده قال لها هادي هي اللي غتحل عليا الباب فهمتي فهمتي دابا يعني نهار غادي دقت انا عليها بابها يعني انت ما غيدخل الباب كي درت انا الوالديه وما دخلش والديه والبنت دخلت والديها يعني حتى بنتو غتدخلو يعني البنت كتكون حنينه بطبعها البنت حنينه على الولد هادشي علاش قالوها حنينه في والديها قاليها ما غتسخاش فيه وغتحيا باباها وغتدخلو وغتفرح فرح به صافي ديما تهزك حتى الموت حتى الموت حتى الموت تكون مريض تجي عندك تكون هادي تجي عندك شوف امك دابا كتكون مريضه دابا تجيني عند امي بغيت نمشي عند امي دابا اخويا امي مريضه امي كتموت انا ريالي بغيت عيب حنا كنقولوا شنو كاين وانا عمري حبست تكبي وهي هذه الحاجه الوالدين تدخل عادي تخرج عادي ماما تدخل تسكي تدخل تسكي لا لا كاين بعد كاين بعد اسمح لي ماشي كاين الوالدين من الطبع ديالو من الطبع ديالو هادشي من الطبيعه ديالو كيكون القلب شويه ماشي ما الله يهدي الوليدات ويهدي الوليدات على والديهم ويهدي الوالدين على وليداتهم سبحان الله فوالدي ما حدهم ودي رزات الوالدين راه رزات الوالدين هي كلشي اقسم بالله وما كانت رزات الوالدين لا عمرك لا صفرت ياك والله العظيم انا كل لقيت النهار من نهار هاد الوالد ديالي واجع ليا با من نهار من نهار والله تندير لي العجب اللي ما على بالكش ما عرف نحيد من عندي من عيني ونعطيه كلشي بحال هكاك حتى حنا كنقولوا فين انا استغل اللي عندهم مو بوحي يستغلهم والله يرحمهم في النار اللي عندهم مو بوحي يستغلهم من نهار كون هادي هذا تهلا فيها حتى انا وهادي كون هي تقول لك ما تطولوا كيفاش شريتها من تمن جيبها هي تقول نحطها في الطوموبيل لا خويا تركب مي انا قلت لك امك حتى وهي اللي قلت لك لا خديت لك امي لا مي لا تركب مي لا مي اسمحي لي انا عارف نمشي لك امي ما كنتش مريض انا غنجي عندك والوالده مسكينه الله يرحمها دابا ركبي دابا مع راسك لا نمشي مي الاولى قال لها ركب ابي ركب ابي وسير ركب ابي ان شاء الله هاي غنمشي انا عنده انا ماما لا والله العظيم الله يعطيه صحيحته والله يشافيه والله يعطيه صحيحته والله يطول في العمر ديالو الوالد راجل طيب مالو الله يعمر هذا الدار يدخل فيك ما يهضر معاك ما يتكلم معاك ما يقول لك لا طابت ولا تحرقات عيش حياتك متحضر مودرن ما عندوش مع داك الشيء ديال مودرن مودرن متفتح شوف الانسان مثقف يكون ودي ما كتكون واعي ومتحضر يقول لك لا جدات الحمراء ولا ما جدات حتى ما كانت متفتحه زوينه ما هي كانت واعيه اذا كان كيكون شويه متفتح قاري شويه تيكون لا كانت واعيه هي متحضره جدا كانت خدامه في المحكمه هي كزوير هي كانت موظفه في المحكمه كامله فراسي فراسك اول مره عارفه صح كانت في المحكمه موظفه في المحكمه شكرا جداكم ما تزوير
كان عندها واحد الميطار داك الموتور ديما كتبان لي كديني مع باب المحكمه. دابا نوريكم المحكمه القديمه اللي كنت خدامه فيها في مراكش. ايوا ترحموا على الدار الله يرحمها. الله يرحمها ويستر عليها الله يشفي عليها الراحه ماتيا. ارحم جميع المسلمين في هذا العواش المبارك. خلي لنا عمي بوعزه وجعلوا القبور ديالهم روضا ما فيها الجنه. خلي لنا امي خلي لنا امي بوعزه وخلي لنا الواليد وخلي لنا خوت والله يستر لهم الامور كاملين ويسر الامور لاي واحد بغى شي حاجه مزيانه الله يستر عليها. الله يخلي خوتي بساكن. هذا ماشي كلاكسون عادي بصح. الله ونعسنا وفقنا.